للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. مرحبا بك سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك سيادة النائب مصطفى سالم. يعني قرارات في غاية الأهمية في هذا التوقيت المهم في مصر لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري. 180 مليار جنيه تضاف عبء جديد على الموازنة العامة للدولة، كيف سيتم تدبيرها خلال يعني أقل من شهر، لأنها ستطبق بدءا من الشهر القادم بإذن الله؟ خلينا نتفق أن قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني جاءت في وقت مناسب جدا. دائما السيد الرئيس يفضل التدخل للوقوف في صفوف المواطنين. هذه القرارات تؤكد على التفاعل الدائم بين السيد الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية اللي بيواجهها المواطنين. السيد الرئيس تحدث في عدة مناسبات عن الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الحالية، ووجه الشكر أكثر من مرة للشعب المصري على صموده ووقوفه يعني خلف الدولة المصرية وتحمل كل التحديات الناتجة عن الظروف العالمية. احنا مرينا بفيروس كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، الأوضاع في غزة، الأوضاع الإقليمية الغير مستقرة. ده كان ليها تداعيات بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية، على معدلات التضخم، على سلاسل الشحن، النقل، الطاقة، الفايدة. كل ده أثر بشكل كبير ورفع معدلات التضخم على مستوى العالم، وإحنا طبعا مصر جزء من العالم تأثرنا يعني الارتفاع الكبير في الأسعار. توقيت المناسب جدا لأن إحنا ارتفاع شديد في الأسعار، داخلين على شهر رمضان، كل عام والشعب المصري جميعا بخير. فكان دائما السيد الرئيس يتدخل في الوقت المناسب. هذه الحزمة من القرارات تكلفتها 180 مليار جنيه. اليوم يعني تم عرض ثلاثة قوانين، هيتم الحكومة هتتقدم بثلاثة قوانين: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، قانون زيادة المعاشات، قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي. من المفترض طبقا لما ذكره لنا بالامس السيد وزير الماليه ان يتم عرض ومناقشه هذه القوانين اليوم لاحالتها لمجلس النواب، اذا استطاعت الحكومه ان تقدم هذه القوانين لمجلس النواب الاسبوع القادم. سيتم مناقشتها في جلسات الاسبوع القادم بعد احاله القوانين للجنه الخطه والموازنه ولجنه القوى العامله لاقرارها وتنفيذها من اول مارس طبقا لتوجيهات السيد الرئيس. يعني هذه الزيادات سوف تسري على كافة الأدريات الوظيفية وعلى جميع العاملين طب في الدولة. لا سيادة النائب، يعني نقطة مهمة هنا هي كل العاملين في الدولة من المفترض أن يستفيدوا بهذه القرارات. نتحدث عن عاملين بالدولة، عن هيئات اقتصادية، هيئات ذات طبيعة خاصة. بالنسبة للهيئات الاقتصادية وذات الطبيعة الخاصة، هل هم ملزمون بتطبيق نفس ما جاء نصا في قرارات رئيس الجمهورية، أم يترك الأمر لشأن داخلي لهذه الهيئات؟ من المفترض أن تلتزم الهيئات العامة والشركات وحتى الشركات الخاصة، من المفترض أن تلتزم يعني بما يصدر من قوانين. المجلس الأعلى للأجور عليها أن يمارس دوره لمتابعة تطبيق هذه القوانين في الهيئات العامة والجهات العامة وقطاع الأعمال العام حتى في القطاع الخاص. ولدينا قطاع خاص يعني مشهود له بالوطنية دائما والالتزام بالقوانين وتوجيهات الدولة. المجلس القومي للأجور عليه أن يتابع تطبيق تلك القرارات حتى على القطاع العام والشركات والقطاع الخاص. هناك نقطة مهمة أيضا، أن الزيادات الخاصة بعلاوات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية، هذه الزيادات تضاف إلى الزيادات الطبيعية التي يتمتع بها جميع العاملين في الدولة، يعني وليست من ضمن هذه الزيادات. الدولة متجهة حاليا للاهتمام بالتعليم والصحة، فعشان كده بتميز العاملين الكوادر في المعلمين والكوادر الطبية وأعضاء هيئة التدريس. أيضا موازنة العام القادم سيطلق عليها موازنة التعليم والصحة نظرا لاهتمام. طب سيادة النائب، يعني هناك أيضا بعض الهيئات لم تستفد بعد ببعض العلاوات التي صدرت في الماضي، هل يؤخذ ذلك في الاعتبار الآن بما أننا في مرحلة فاصلة في يعني الزيادات بالنسبة للمواطنين، يؤخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قرارات وتشريعات في مجلس النواب؟ من المفترض يعني أن يتم تطبيق القرارات التي تصدر من الدولة، ومن المفترض أن المجلس القومي للأجور كما يعني ذكرت عليها أن يقوم بمتابعة تطبيق هذه القرارات، ومن لم يلتزم من الجهات أو الشركات بتطبيق هذه القرارات على المجلس القومي للأجور يعني اتخاذ
الوسائل والتدابير اللازمه لتنفيذ هذه العلاوات، لان الوقت مش محتمل. يعني في زياده كبيره في الاسعار، في ارتفاع في معدلات التضخم، يعني الامور صعبه والاوضاع الاقتصاديه صعبه. فعلى الجميع سواء كان قطاع خاص او قطاع عام او شركات ان تلتزم بتطبيق هذه القوانين. في شهر اكتوبر الماضي نتذكر صدرت يعني حزمه، مجموعه من القرارات، حزمه قرارات اجتماعيه، وكانت تكلفتها 80 مليار جنيه. هذه الحزمه تكلفتها 180 مليار جنيه، ما يخص العام المالي الحالي اربع شهور مارس وابريل ومايو ويونيو. هيتحمل الموازنه الحاليه منها حوالي 40 مليار بالاضافه ل 80 المليار السابقه، يعني حوالي 120 مليار. سيادة النائب، يعني سؤال أخير فقط فيما يتعلق بالقطاع الخاص، هل هناك من الدولة توجيهات معينة لأصحاب الأعمال بالالتزام بزيادة أيضا لموظفي القطاع الخاص والعاملين في المحلات، ويعني فئة كبيرة من الشعب لا تتبع يعني هذه القرارات، هل من توجيهات لأصحاب الأعمال؟ طبعا المجلس القومي للاجور كان بيتابع تطبيق القرارات يعني السابقه في يعني احنا العامين الماضيين كان في ست حزم اجتماعيه صدرت من بناء على توجيهات السيد الرئيس، ست حزم اجتماعيه وتغيرات في الاجور وراحه الادنى وحد الاعفاء الضريبه وخلافه. المجلس القومي للاجور كان بيتابع ده، واي شركه او اي جهه غير ملتزمه كان بيسعى يعني لتطبيق القوانين عليها والتزامها بده. نعم. انا عايز أؤكد على نقطه اخيره قبل ما انهي المداخله، ان بالتوازي مع هذه الحزمه من القرارات يعني على الاجهزه الحكوميه واجهزه الدوله الرقابيه ان تقوم بمراقبه الاسواق بشكل مكثف، ان تضبط الاسواق حتى لا تلتهم هذا شأن يعني نعم بس هذا شأن هذه السيادات. نعم نعم، اشكرك شكرا جزيلا سياده النائب مصطفى سالم وكيل لجنه القطه والموازنه بمجلس النواب.